طيب شفنا بقى ايه قفشه في قفشه قلع في بطوله افريقيا سكس باك سبانت وفي شغل كابتن قفشه. عملت ايه معاه اصلا؟ بص قفشه زي ما قلت لك تاني جمله وتفصيلا من اكتر الناس المجتهده اللي قابلتها في حياتي. ويمكن هو قفشه سلط عليه الضوء الفتره اللي فاتت عشان اللقطه دي، ولكن احنا الفرقه عندنا فيها اكتر من قفشه والله جدا، بس مفيش حد لسه قلع التيشيرت غير قفشه يعني. عشان ما يبقاش فيه تسميه لاحد، يعني مثلا انت عندك كابتن شناوي يعني ده مثل يحتذى به في جميع الاجراءات اللي ممكن تتخيلها في احترافيه كره القدم والله، ومنظومه التغذيه ربنا ما بيديش حد الا اذا كان يستحق. علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، كابتن حمدي فتحي، عمرو السوليه، اليو ديانج. اليو ديانج ما شاء الله الله اكبر عليه. يعني في التشريح بتاع الافارقه دايما قوي. هو اليو ديانج يعني هو فيه هبه، هو جيناته ربنا وهبه ما شاء الله البنيه الجسديه الجيده. ولكن الناس دي كلها مجتهده، مجتهده اجتهاد صدقني عنيف. فيمكن هو قفشه سلط عليه الضوء، بس عشان قفشه فعلا انا بقولها بقولها في كل مكان، قفشه لو في اي حاجه اكسترا ممكن تعملها عشان توصلك للجيد في مستواك هيعملها. بس بقول لك، بس انت قول لي مين اكتر لعيب بيغلبك شوف موضوع الاكل؟ ما فيش حد بيغلبني بشكل يعني عارف حتمي، لان كلهم زي ما قلت لك تاني عايز يتدلع شوف الاكل. لا دكتور ما تقلقش عليا يا دكتور، وسع عليا. هم تعب معايا جامد ابراهيم الفتره اللي فاتت، تعب معايا قوي قوي يعني المعسكر اللي فات كلهم قاعدين 15 يوم في قطر يعني ما بياكلوش غير اللبان اللي عبد الرحمن بيحطه، ما فيش خروج، ما فيش دخول، ما فيش اي حاجه. كان يعني انا كنت عايز اقول لك ان احد اهدافهم خلصوا بقى من عبد الرحمن ده، يعني بصوا يا جماعه شوفوا لكم سكه، عبد الرحمن مش هنشوفه تاني. فلا هم كلهم لا بصراحه ليه هقولها لك برضو، الناس دي شافت النتائج. انت النهارده لما تشوف الريزلتس وتشوف الايفكت عليك والتاثير عليك في مردودك البدني هتستخسر يعني تضحي بده. ده برافو عليك صح. فهو النهارده كلهم، وانت عارف ان الكره منافسه، وانت النهارده زميلك جنبك عايز تبقى زيه واحسن منه كمان. فهم بينهم روح جميله جدا من ايه، ان هم كلهم عايزين يبقوا احسن حد، وكلهم عايزين يبقوا احسن ناس. فما فيش حد فيهم النهارده مقرر يضحي بالمنظومه الجيده دي الا يعني الا ما نضر يعني. تمام.